مشاهدينا، مع بداية الحل عنا طبعا بدي اتوجه للبنانيين عموما والشيعة خصوصا بعاشوراء وقل لهم عظم الله أجركم. وبالتالي اليوم حبيت أني التقي مع المحامي عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت ومفوض قصر العدل سابقا المحامي نادر جاسبار، مثل ما وعدتكم حتى ندخل على قانون الإيجارات وحتى نأكد مع بداية الحلقة أنه هذه الحلقة هي لشرح دور اللجان يلي عينها مؤخرا وزير العدل بالقرار رقم 1912 ألبرت سرحان بتاريخ 28 آب 2019، إلحاق المساعدين القضائيين باللجنة الناظرة بتطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، كان سبقه مرسوم رقم 4773 صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أيار 2019، والقاضي طبعا بتشكيل اللجان. مع تشكيل اللجان اكتملت وبالتالي على المستأجرين الراغبين الاستفادة من القانون الإيجارات من مساعدة الصندوق عليهم يحضروا حضروا الأوراق. نحن اليوم مع الأستاذ نادر جاسبار من البداية متفقين، وبعتقد أنت معي أستاذ نادر، لا أنت ملك ولا أنا ملكي أبداً. ولا أنت مستأجر ولا أنا مستأجر أبدا، أنا أكثر منك، أنا لا أنا ولا حدا من أفراد عائلتي كلهم، لأنه حتى بعرفك كمحامي ما بتاخد ولا دعوة مش تتعلق بالإيجارات، مش بالإيجارات بس، مش عم بتوكل هالأيام لأني مرشح منصب نائب محامين، فإلي فترة طويلة ما مش عم بقبل أتوكل ولا عم بتوكل، بقى ما عندي ولا قضية إيجارات ولا هيك حتى نريح الكل. أبدا أبدا. أستاذ نادر أهلا وسهلا فيك، وأنا بشكرك اليوم فرصة رسمية وحضرتك معنا حتى نوضح شوي بعض النقاط بعض الالتباسات يلي عند البعض بموضوع قانون الإيجارات. هلأ الجديد الأخير اللي طرحه القرار 1912 يلي صار عنا اليوم اللجان اللي بدها تنظر، رؤساء الاستئناف بغرف عم بيأمنوا لهم غرف بقصور العدل، هن 24 لجنة بكل المحافظات اللبنانية، شو دور هذه اللجان؟ نعم، هلأ القانون اللي صدر بال 2014 إجا حكي عن اللجان، ولكن مثل ما بنعرف عمل إذا بدنا نسميه خطأ إنه مؤلف من قاضي ومندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن زاد إنه مندوب عن المالكين ومندوب عن المستأجرين اللي هو في استحالة خاصة عن المستأجرين. أبطلت هالمادة المتعلقة باللجان من قبل المجلس الدستوري بال 2017 وقت رجع نشر القانون كله، مع انه بعدني عند رايي انه كان مفروض يتعدل بكم سطر، انه تعدل فقره كذا من الماده كذا بحيث تصبح كما ياتي، كانت انحلت كل هالامور. لكن اي ماده كانت السابعه؟ مش متذكره، بس انه ماده بتعلق باللجان. اجوا حطوا انه القاضي السابق ومندوب عن وزاره الماليه ووزاره الشؤون الاجتماعيه، وطعن بالقانون ورد الطعن قانون 2017. اللجنه هي موجوده فقط بمركز المحافظه، لانه هلا بلشت الاتصالات عم بيتلفنوا انه ما شفنا حدا بيجون، رحنا على جون رحنا على جبال طلعنا، هي بمركز المحافظه، وحسب النص القانوني يجوز ان تكون لجنه وحده او عده لجان بس بمركز المحافظه، يعني بعبده طرابلس صيدا الى اخره بيروت. وهيدا اللجنة عندها مهمتين بعكس ما البعض بيتصور، انه فكروا انه عندها مهمة واحدة. عندها مهمة، نحن بنعرف انه المستأجرين هن نوعين، تنقول بالأماكن السكنية، مش عم نحكي عن الأماكن غير السكنية، إلا غير نصوص. عندي سؤال عن التجارة. إلا غير نصوص. بالأماكن السكنية نعتبر أنه في 100,000 شقة، 50,000 شقة، 150,000 شقة اللي بتريدي موجودين هالشقق. في بدنا نقسمهم قسمين المستأجرين، قسم ما بيستفيد من تقديمات الصندوق وقسم بيستفيد من تقديمات الصندوق. اللي ما بيستفيد من تقديمات الصندوق هو المستأجر، وهلأ منقول أنه مع كل أفراد عائلته الساكنين معه المقيمين معه، مش مثلا عنده بنته مجوز غير محل أو ابنه ساكن بغير منطقة أنه مش بضمن المأجور،
إذا جمعنا معاشات أو مداخيلهم، مش ضروري يكونوا معاشات، يمكن عندهم مدخول من شقق مأجرينا، من محل تجاري، اللي شركة، كل شيء. فإذا مدخولهم إذا بيزيد عن 5 مرات الحد الأدنى للأجور اللي هو 675,000 ليرة، 3 ملايين وشوي بالشهر، ما بيعودوا يستفيدوا من تقديمات الصندوق. القسم الآخر اللي بيقبضوا تحت هالمبلغ بيستفيدوا من تقديمات الصندوق. فإذا هاللجنة اللي موجودة هي بدأت تبتدي شغلتين، أولا بدأت تقول مين بيستفيد من تقديمات الصندوق ومين ما بيستفيد من تقديمات الصندوق، هيدي أول مهمة لألا. تاني مهمة لألا هي بدأت تبتدي بين تقارير المالك وتقارير المستأجر، يعني تقرير المالك اللي معين خبيرين هلأ منقول كيف، والمستأجر اللي معين خبيرين، هي اللي بدها تبت أو بتقول مثلا اللي وارد بتقريري أو بتقرير المالك الخبيرين هو المزبوط أو المستأجر، أو بتقول أنه لا لا هيدا معه حق ولا هيدا معه حق، أو بتعين هي خبير أو خبيرين هو وممكن تاخد برأيه أو لا حسب القانون، لأنه نحن بنعرف أنه المحكمة مش ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء، بس بدها تعلل السبب وإلى آخره. فإذا صار مهمة اللجنة أنه تبت تحسم مين. فإذا وقت صدر القانون بال2014 المشترع عطى المالك والمستأجر مثل ما بنعرف اول 3 أشهر انه لازم تتفاوضوا، حتى اكثر من هيك يمكن رح يتفاجئ انه ممنوع حتى قبل 3 أشهر كان يتعين خبراء او شيء. بعد 3 أشهر ما قدروا يتفاوضوا او ما تفاوضوا او ما طلع بايدهم شيء، المالك بده يعين خبيرين، خبير مهندس وخبير تخمين مثل ما بنعرف، بيروح عند الكاتب العدل بيودع التقرير وبيبعث له كتاب للمستاجر، الكاتب العدل بيبلغه بواسطه مباشر من المحكمه، بيبعث له لمباشر، بيوصل التقرير للمستاجر، المستاجر معه مهله شهرين، ايضا ضمن مهله الشهرين بده يكون عين خبيرين، خبير مهندس وخبير تخمين، وبلغ المالك انه هالتقرير هيدا وقال له هيدا تقرير. ووقت بيكون بيستفيد من تقديمات الصندوق الأفضل أنه يكتب له أنه هيدا هي تقرير الخبير الخبيرين، ولكن أنا أستفيد من تقديمات الصندوق لأنه أنا ما بقبض إلا تحت 5 مرات الحد الأدنى للأجور. هون لو الصندوق كان موجود، لو اللجنة موجود، لأنه أنا بكل المقابلات وكل الاجتماعات والاستشارات واللي بدك إياه كنت قل لهم أنه لا بقى حدا يحكيني بالصندوق، الصندوق ما بيحل المشكلة، هو بده مصاري كتير بس هو عم بيخوف العالم، ما بدنا الصندوق هلأ في اللجنة هي اللي بدها تحسم، هي اللي بدها تشغل الوضع، وهي اللي بدها تحسم حرك وضع الإيجارات. فهون اللجنة مثل ما قلنا بس تبت بالموضوع، مثلا بتت انه هالمستأجر بيستفيد من تقديمات الصندوق، طبعا تبعت وقت يصير في صندوق، يمكن هلا مثلا ما في صندوق بس تبعت هي الكتاب على وزارة المالية انه تدفعوا للمالك للمؤجر هالمبلغ هيدا والى اخره. المستأجر فقط بضل يدفع الاجار اللي تعود يدفعه، مثلا اجاره بالسنة 400,000 ليرة بضل يدفعها حتى هلا. لو كان اللجان كانت موجودة، نعتبر وقت صدر القانون انوجدت اللجان، وقت المالك عين خبيرين والمستأجر عين خبيرين وصار في تضارب بيناتهم، من ناحية المالك اللي بده يقدم انه احسمي لنا يا لجنة انه أدي الأجار، او المستأجر بده يقدم انه انا استفيد من تقديمات الصندوق ومفروض عليه كل سنة بالوقت ذاته بالفترة ذاته يرجع يقدم، لانه ما هي شو هي اسبابها الموجبة؟ اسبابها الموجبة انه ممكن تتغير ظروفه للمستأجر، ممكن كان يستفيد بطل يستفيد، ممكن ما كان يستفيد صار يستفيد. فكل سنة مفروض يقدم التصريح للجنة. فإذا اللجنة مثل ما قلنا إذا كان بيستفيد من التقديمات تبعت هي إنه المالك، لأنه في قسم كبير وبيصيروا يناقشوا للأسف إنه على التليفون بيقولوا لك خي مش لا خلي المستأجر بيدفع لنا، وبعد خي المستأجر ما بيدفع لك إلا الأجار اللي تعود يدفعه. أنت كمالك وقت يصير في الصندوق بدك تبقى تروح على المالية تتاخد المبلغ من بعد ما اللجنة تحول الطلب القرار على الصندوق. هلأ اللجان اكتملت بعد لوجستيا في تأخير، ولكن على المستأجرين الراغبين
يبلشوا يحضروا مستنداتهم، لأنه بين نعم. ساعة وأخرى ويوم وآخر، ما هيك؟ نعم. معلوماتك أنا هيك أستاذ ناظر؟ نعم أنا برأيي إيه، هو هلأ اليوم كاليوم بعد ما في ما عطون يعني ما الغرف. في الغرفة يعني نعم. طلعنا على عبدا نزلنا على بيروت ما في، بس بين يوم والتاني حسب المعلومات رح يتأمن لهم للمساعدين القضائيين الغرف اللازمة والسجلات اللازمة والقرطاسية، خارج الدوام كمان عملهم وخارجهم بعد الظهر حسب المعلومات، مشان يتلقوا الطلبات، لأنه برأيي بده يصير في كتير بلبلة بالموضوع، بده يكون في عشرات الآلاف من الطلبات، يعني عندك مناطق مثل بعبدة وبيروت، لأنه بوقتها وقت أنا شاركت بجلستين بوقتها بلجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب من قبل نقابة المحامين، وعطونا ورقة موظف آدمي من بيت الحج أعطانا ورقة أنه كل منطقة كل محافظة أدي فيها، هلأ أكثر شيء بتعرف مثل ما منعرف أنه بجبل لبنان وبيروت، يعني عندك مناطق مثل بالشمال خاصة مثل قضاء بشري وصغرته، وقليل اللي بيستأجروا أماكن سكنية، لأنه يعني أغلبيتهم أجار موسمي وأجار مش دائمة، وما في حركة، يعني كلهم بيكونوا ملاكي أكتريتهم، يعني نعم. يعني بتنصح المستأجرين يحضروا المستندات تبعهم؟ أكيد يبلشوا حضروا المستندات اللي هي يعني بس ليحة بأسامي الأفراد اللي قاعدين بالبيت دخلهم. والدخل تبعولهم يعني ما فيها، وبدوا ينعمل الاستدعاء اللي هو هين كتير جانب اللجنة، إذا كان هن باللجنة عاملينها بشكل استمارة تيسهلوا على العالم، وأنا بفضل هالشي أنه يجي الطلب مطبوع خالص بس بيحط الاسم وبيعبوا إشياء، أفضل ما كل واحد يكتب طلب على طريقته وبعدين يمكن أسهل لقلهم، إذا على الكمبيوتر كمان بتكون أسهل لقلهم باللجنة أنه يكون مطبوع وخالص. نحن من بعد الفاصل رح نكمل معك أستاذ نادر جاسبار حول قانون الإيجارات. نتابع الحل عنا مع المحامي نادر جاسبار، واليوم موضوعنا هو قانون الإيجارات. استاذ نادر، طبعا اليوم هناك التباس حاصل من وقت ما صدر قانون الإيجارات وبعد التعديل، هل هو نافذ بدءا من 2014 تاريخ صدور هذا القانون أم 2017 مع تعديل اللي حصل؟ نعم رح أشرحها صحيح بشكل مقتضب بس واضح، نعم، مشان الرأي العام. صحيح، صدر القانون بال 2014 ورجع تعدل بال 2017، بدل ما يجوا يعدلوا الفقرة أو المادة اللي تغيرت راحوا رجعوا نشروا كامل القانون. وقت نشروا كامل القانون وين الالتباس صار؟ إنه بال 2017 من كتبت كلمة تعدل فقرة كذا من المادة كذا بحيث تصبح كما يأتي بين، أنه فقط عم نعدل القانون 14، راحوا رجعوا وقت نشروا كله، أنا بدي أقرأ لك المادة 15. هلأ هون في حالات بياخدوا على خاطرهم من الملكين حالات المستأجرين، بس هي أنا عم بشرحها، هيدا عم تشرح القانون، عم بشرحها بوضوح. بيقول لك أنت وقت تقري هلأ قانون عنده رقم، رقم 2 على 2017 وطعن فيه لحاله، يعني عنده شخصيته، عنده هو القانون، نعم. طعن فيه لحاله مجلس دستوري، تمدد لغاية 9 سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. شو بتفهميه؟ بتفهميه أنه من هالقانون يعني من 17 لازم، لكن في أحكام صدرت. الأستاذ أنطوان الحاج ما هني اعتبرها عندي. ما عندك هون الأستاذ أيمن عويدات والرئيس، يعني غرفة الرئيس أيمن عويدات، لأنه هون قاضي منفرد بسموه حكم، هون قرار دار. بس جوجمان وقرار، مش ما يفكروا أوقات أنا بستعمل حكم وقرار. القاضي المنفرد بي كسروين مزبوط، هيدا نشره أنا بجريدة الديار بوقت التنين ب10 أيلول 2018 نشره، بس هو ب14/6/2018 القاضي أنطوان القاضي أيمن عويدات، القاضي أنطوان الحاج ب 28/3/2019 صادر، وهون غرفة الرئيس أيمن عويدات 3 قرارات، يعني هن مألفين صادرين من بعد التعديل أو قبل التعديل؟ بعد التعديل، بعد التعديل، بعد ال 17، ما هي لأنه تنطرحت القصة بده بعد ال 17. مثل ما سمعتك بحلقة من الحلقات عم تقولي إنه إذا أعطوني غير قرارات، أنا صحيح. كمان ما شفت أحكام أو قرارات عم بتقول ببلش من 17، يعني كل اللي توفروا عندي أنه ببلش من 14. هلأ شو عم بيصير؟
وقت بيجي هالنص بهالطريقة، ومثل ما إجا كمان بالزيادات إنه من تاريخ نفاذ هذا القانون، وهو بالآخر إنه هالقانون بيصير نافذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. إذا بدك تفهمي قانونياً لازم يبقى تبلش التسع سنين واثناشر سنة ابتداء من 2017، من 28/2 2017، بينما القرارات عم تصدر والزيادات الشي ذاته صدرت القرارات انه لا من 2014. انا عم بيجي بقول انه قانونيا بخطأ بالصياغة، بخطأ بالتشريع اللي بتريد تقولي، قانونيا لازم بال 2017، بس ضميريا بمفهوم قانون الإيجارات كمان مثل ما كنت أقول بالزمان، هلا بخبرك عن الزيادة وقت كانت إذا 50 أو 12، لازم يبلش بال 2000 ضميريا 2014 لأنه بوقت صدر، لأنه بالنسبة للمستأجر المالك هناك 3 سنوات، يعني مش عادية شهر وشهرين. ما هي ديها، فإذا بالزمان إنه 50% أو 12.8 كنت قلت بتا مجلس النيابي بوقتها، بتا بوقتها بنص واضح كتير قال انه 12.8، لاني كنت اقول لهم انا قانونيا لازم 50% لانه مرسوم ما بيلغي قانون، ولكن ضميريا لازم 12.8. بهيدي الماده بالذات لانه في 3 سنين على المجلس النيابي ان يصدر فقط، هو كان يا ريت عملها بالاول وهلا بيقدر يعملها، بس يا ريت عملها اكيد. اليوم مستاجرين بدهم يعني اعاده نظر بكل القانون، لا هذا غير وضع. أنا على كل حال إلي وجهة نظر. نعم. بس نحن من حقنا هون كمان بدي أتوجه للملكين وللمستأجرين، نحن من حقنا كرجال قانون وكمحامين ورجال قانون لآخره نحل الأمور ونعطي رأينا، مش إنه مثلا إذا أعطينا رأينا إنه أنت لا مالك ولا مستأجر ما تتدخلنا بملكنا، يعني مثل واحد لكن المشتري ليه عم يتدخل بأراضي الناس بالشفعة مثلا؟ بيقدر المشتري بعد مثل ما عمل توضيح بيقدر يصدر توضيح بهذا القانون، مش توضيح يعني قانون. لو بيجي هلا بيقول قانون. مثلا انه تعدل الماده 15 بحيث تصبح كما او الفقره الاولى من الماده 15 مثلا بيقول تمدد لغايه 9 والمستفيدين كذا مثلا ابتداء من تاريخ 2000 مجلس والعدل. لا. شو الروتين تبعها؟ انه بيتقدموا النواب باقتراح قانون او الحكومه مشروع قانون تا لا بيبعتوه على مجلس النواب بيدرسوه بلجنه الاداره والعدل، وهم بتدرسوا معهم كمان اللجنة المالية لأنه لها علاقة بالمصاري. أستاذ نادر حتى أربح الوقت أكثر، اليوم موضوع الزيادات. نعم. يعني بدهم كمان يبتوا فيها، بس اليوم في خبراء في ذكرتها في شغلة تانية، كيف يطبق الإخلاء؟ الإخلاء وقت بكرة تخلص المهلة بده يصير قاعد المستأجر بدون مسوغ شرعي أو قانوني، خلصت المهلة، المشترى عطاك مثلا 9 سنين سواء خلصت ب23 أو ب26، أنا ما رح أدخل فيها، بس إنه حسب سواء تعدل النص أو قناعة القاضي إنه إيه خلص بيطبق مثلا 9 سنين ابتداء من 14 مش 17 نعتبر، صار قاعد بدون مسوغ شرعي، فبما انه قاعد بدون مسوغ شرعي بيقدر قاضي المستعجله يلجأوا له يحكم بالاخلاء. وهون في نقطه مهمه كثير، يعني قضيه اللي بيستفيدوا لانه بدها تبلش اذا بقيوا بالشقه بده يبلش بدل مثل يسرع عليهم. نعم. هلا بتقولي لي ما هيك وهيك عم بيسرع عليهم بدل مثل، لانه صحيح. احنا كنا عم نقول انه بدل مثل عم بيسرع عليهم، بس في الناس اللي بيستفيدوا من تقديمات الصندوق ما اساسا مش عم بيدفعوا. مزبوط. برايي الخاص بدها تبلش تسرع عليهم بدل مثل بس من مصرياتهم الخاصه مش الدوله الصندوق. لانه هن اللي قاعدين عم بيبقوا بالشقه وعم بيخالفوا القانون ساعتها. حتى ننتقل للغير السكني، لأنه أنا عندي كتير اتصالات بهذا الموضوع، منهم ست بتقول عندي مستأجر قديم لثلاث محلات تجارية عمل بإحداها مطبخ وحمام من دون موافقتها، اتصل فيها مستأجر المستودع اللي تحت هالمحل وقال له والله عم بيسرب مي عندي تحت بالمستودع والمستأجر ما عم بيصلح وما بيسمح للسنجري، يعني ما بيسمح له هو يصلح. طيب المالك القديم بهالحالة شو بيعمل؟ لأنه في وضع خطير في سلامة عامة. لا نحن بنعرف أنه هيدا كمبدأ عام أنه بيقدر يعين عند يقدم أمر عريضة عند قاضي الأمور المستعجلة ويعين خبير ويلزمه بقضية التصليحات والنش وإلى آخره. نحن عم نشوف الفيديو عم بفرجونا يعني ليك شو عم بيصير هيدا. لا لا بيقدروا بواسط قاضي الأمور المستعجلة، ما بيقدر يرفض المستأجر انه يدخل الخبير، لانه نحن بنعرفه اتقاضي الامور المستعجله
بعين خبير، بفوت الخبير على الشقة وكأنه هو القاضي. يعني هون عنده صفة القاضي، بفوت على الشقة وممنوع يمنعه، بيقدر يستعين بالدرك. بفوت على الشقة وبيشوف وين منين عم بيتسرب المي وإلى آخره، بعدين قاضي الأمور المستعجلة بياخد قرار أنه إصلاح هالإشي هالأعطال هيدي لأنه عم بتسبب ضرر، بإشراف الخبير اللي بيكون عينه. وماذا عن ما بيقدر المالي وماذا عن الغير سكني؟ لأنه أنو الإيجارات ما إجا على غير السكني المحل، إجا أكيد بلا، إجت أحكام بتتعلق بغير السكن، إجت الزيادات على الأماكن غير السكنية، زيادات على الأماكن غير السكنية هي اللي عم تخلق أكتر شيء التباس، هي هالكم يوم، لأنه القانون إذا بلش ب26/12/2014 عندك 5 أيام شو منعمل فيهم؟ كيف تحتسب يعني هذه الزيادات بهالأربعة أيام أو الخمسة أيام كمان؟ تحتسب تقلك كيف؟ نحن بنعرف أنه بقضايا غير السكنية إجوا اعتمدوا ما يسمى مؤشر التضخم اللي بيصدر عن إدارة الأحصاء المركزي لرئيسته أو مديرته الدكتورة مرال بيتاليان، بوجه لها تحية. نحن كمان وجهنا تحية أنه كتير. فبياخدوا قبل بسنة، مثلا بدنا نطبق على 2015 بناخد مؤشر تضخم 2014، بتقولي لي ليه؟ مثل هلا بال 2019 ما بعد ما صدر مؤشر تضخم، بدنا ننطر لل 2020 مشان ما ننطر وبدنا ندفع المستأجر الأجار عن 2019 بناخذ مؤشر تضخم تبعه للسنة الماضية يعني 2018. فبال 2000 وقت صار ساري قانون الإيجارات ب 26/12/2014 بدنا نزيد 4.8، هي صحيح انه على 5 أيام من 2014 ولكن قوتها انه بتفوت بالاجار. يعني مثلا هي مش كرمال قيمه هالخمس ايام، يعتبر الاجار كان مليون، مش كرمال هال 2000 3000 ليره، لانه هال 4.8 يعني 48,000 صار الاجار مليون و 48,000. بال 2015 وقت بدنا نزيد 1.9% بدنا نزيدها على المليون و 48,000 مش على المليون، يعني لانه ديجا ال 4.8 فاتت بالاجار. فاذا ال 4.8 بنرجع بنزيد 1.9، 2016 2017 ما بنزيد وما بننقص لانه طلع ناقص 3.7 وناقص كذا، 2018 بنزيد 4.48% 4.8%، وال 2019 صحيح انه مؤشر التضخم طلع 6.07 ولكن لانه النص القانوني بيقول انه الماكسيموم اللي بنقدر نزيده هو 5%، فاذا بنزيد فقط عن 2019 5%. هيدا هي بالاماكن غير السكنية. حتى نختم حلقتنا اليوم كمحامي متابع يعني، وبعرف انه بيقصدوه كمان لتفسير بعض القضايا، حتى نختمها بنقدر نقول انه حاليا يعود للقاضي بالقرارات اللي عم تصدر عنه انه هو يعتبر نفاذ القانون اما من 2014 او 2017. وبنقدر نقول كمان انه اللجان لوجستيا هلا بانتظار الغرف، وبين يوم والتاني بيستدعوا الناس يبلشوا يقدموا بالمحافظات حتى بمركز المحافظة، بمركز المحافظة ابدا. وعلى المستأجرين يحضروا اليوم يلي لازم يحضروا لانه للجنة مهمتين. نعم. هلا بدي بس اقول شغله، بعد اعطوني وقت دقيقه، بدي بس ينتبهوا اذا كان اكتملت قضيه المالك انه معين خبيرين والمستاجر معين خبيرين، عندي راي انا خاص ننتبه له انه من تاريخ ما اللجنه بلشت تتلقى طلبات بدها تبلش مهله المستاجر تيقدم طلب انه يستفيد من تقديمات الصندوق، لانه شهرين فقط. معه شهرين، ضمن الشهرين ينتبهوا له. ليه؟ لانه ديجا الاجراءات انعملت، يعني لو كان بوقت اللجنه موجوده كان مفروض يعملوها، ما ينطروا هلا يقولوا ايه ننطر شيء من المالك يبعث لنا، ما رح يبعث لهم شيء، بس ينتبهوا له. وهيدي اذا ما عملوها بتروح عليهم، بتروح اكيد بيروح ما بيعودوا يستفيدوا من تقديمات الصندوق. في حد قدموها السنة الجاية كل سنة بنفس الوقت، الوقت بدهم يقدموها. شكرا لك الأستاذ نادر جاسبار، بتمنى لك التوفيق كمان بنقابة المحامين. تسلمي. كما أتمنى التوفيق للجميع، هذا رأي طبعا ديمقراطي طبعا، وأتمنى كمان على المالكين والمستأجرين ياخذوا الأمور دائما ضمن القوانين، وإذا المجلس النيابي بيرجع بيوضح بقانون هذه النقطة نفاذ القانون إيجارات 2014-2017 بكون بعتقد اكتملت الصورة عند الجميع. على أمل مشاهدينا ألتقى فيكم بكرة مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.